الخاص لفئة الجعدان انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها للجميع. أسير إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى البداية الأولى، وهذه الآن يتقدم أدهم لأحمد بن سالم بن سعيد الخيالي مع المركز الأول والصدارة، بينما النقلة إلى المركز الثاني أرى اللي غادم على ثاني المراكز، هذا مرصد لجاسم بن محمد بن مسعد الربيعي على المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث وهذا مجدي لحمد بن سهيل بن بطي بن غراب أو مجدي، هذا مجدي لمطر لحمد بن سهيل بن بطي بن غراب الاكتبي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع عندنا الغادم دحيل لحمدان بن حميد بالكديدة مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل عجيب محمد بن عبيد بن مرخان الاكتبي، بينما في المركز السادس بدران لحمدان بن سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي. يلا يا ابو حمدان الجماهير الطالب مع هذا الانطلاق الجميل، بينما نراقب اللي على المركز السابع وفي المركز السابع اللي غادم في هذه اللحظات. وراقب هنا المفتي لحمد بن سيف بن فالح الشامسي على المركز السابع، بينما في ثامن المراكز يتقدم بن رشيد مع الشهم محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وصل بن سلطان ليحتل المركز التاسع، بينما في المركز العاشر عندنا متعب لسهيل بن رملي بن محمد العامري. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى، وهذه هي الآن اللي سيطرت على المقدمة، اللي سيطرت على الصدارة الأولى أيضا، اللي سيطر نعم مرصد اللي سيطر نعم مع المقدمة لجاسم بن محمد بن مسعد الربيعي في مقدمة الشوط وفي الصدارة الأولى، بينما في المركز الثاني هذا مجدي لحمد بن سهيل بن بطي بن غراب الاكتبي. يقولون الخبراء بأن ترشيح بن غراب ما يطيح التراب، ها هو بن غراب يقدم لنا مجدي مع المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هنا دحيل حمدان بن حميد بالكديدة مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع تابع لي هناك اللي يتقدم في هذه اللحظات من الجانب الآخر، وصل عجيب محمد بن عبيد بن مرخان لكتبي، بينما في المركز الخامس وصل المفتي حمد بن سيف بن فالح الشامسي يتحرك في هذه اللحظات، ينطلق ما شاء الله وتبارك الله على هذه الانطلاقات، على هذه التحديات، على هذه المنافسة اللي نشاهدها اليوم في الحقائق ما شاء الله. هذه مشاهدين الكرام طار إلى المقدمة، طار اللي على المقدمة مرصد اللي على الصدارة جاسم بن محمد بن مسعد الربيع يقدم لنا نوعية من نوعيات الفاخرة في صباح هذا اليوم ما شاء الله، بينما في المركز الثاني مجدي لحمد بن سيف بن بطي بن غراب الاكتبي، بينما في المركز الثالث يتحرك في هذه اللحظات هذا دحيل حمدان بن حميد بن سلطان بالكديدة، لكن انطلق الى الفوز الى الانتصار. هذا هو مشاهدين الاعزاء، هذا هو مشاهدين الكرام مرصد جاسم بن محمد بن مسعد الربيعي على مقدمة الشوط والصدارة. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة الأولى، وهذا هو مشاهدين الأعزاء مرصد جاسم بن محمد الربيعي مع هذه الانطلاقة الجميلة ما شاء الله.
الله وتبارك الله. شوفوا النهاية، شوفوها، شوفوا هذا التحدي، شوفوا هذا الانطلاق، قام راس وانهشوط راس. هذا النوعية اللي يقولون عنه، هذا النوعية، هذا النوعية ما شاء الله. الدنقلاوي العاصفة، سلالة الدنقلاوي، سلالة الدنقلاوي، سلام يا سلالة الدنقلاوي على هذا الفوز والانتصار. ها هو مشاهدين الأعزاء ينتزع الفوز مرصد جاسم بن محمد بن مسعد الربيعي مع سلالة الدنقلاوي المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، اللي احتل المركز الثاني في هذه اللحظات عطنا يا محمد، اللي احتل المركز الثاني. المركز الثاني وصل لافيل مبارك بن عمي المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث وصل شيقر لعلي بن هزيم بن محمد المسافري. هكذا سلالة الدنقلاوي عطنا التوقيت. السنة هذه سنة الدنقلاوي ما شاء الله وتبارك الله. 6 دقائق وثانية، هذه النوعية الفاخرة، سلالة الدنقلاوي المتقدمة في هذا الموسم بالإنجازات. تهانينا على هذا الفوز، على هذا الانتصار اللي حققه لنا مشاهدين الكرام، اللي هو مرصد لجاسم بن محمد بن مسعد الربيعي، ينحدر من سلالة الدنقلاوي العاصفة سلالة جلمود. تهانينا وناموس للجميع.